السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم اللوك اللي انتوا شايفينه ده، اسمه هاف كات كريز. تمام، يعني زي الكات كريز بس مش يعني نص العين، مش كل العين. تمام، هتشوفوا معايا اللي انا اقصده. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، وكمان تعملوا لي سبسكرايب وتدوسوا على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، واي فيديو انزله يجيلكوا على طول في الاشعارات. تمام، يلا بينا بقى نبدأ اللوك دلوقتي. اول حاجة طبعا انا رسمت حواجبي، رسمتها قبل ما اصور. تمام، وبعدين نضفت حوالين الحواجب وحطيت الكاموفلاج على جفن العين عشان اوحد اللون. ببتدي اوزعه كده بفرشة، وبعدين بطبطب عليه بالبيوتي بلندر، و هو زي ما انتم شايفين ببتدي اوزع الجفن كله. بعدين بطبطب كده بالبيوتي بلندر، طبعا البيوتي بلندر مبلولة عشان الخطوط اللي عملتها الفرشة على العين. تمام، عشان ما يبقاش فيه خطوط ولا اي حاجة. وبعدين بوزع كويس جدا عشان ما يبقاش فيه خطوط، وبحط البودر عشان اثبت الكاموفلاج او الكونسيلر اللي انا حطيته. تمام، وبعدين هجيب اي شادو لونه على بني فاتح. هناخد درجات البنيات النهاردة ودرجة الاسود. تمام، مشيت عليه بني فاتح الاول بفرشة كبيرة. بعدين جبت لون اغمق بني غامق شوية، وبحط فوق كسرة العين. تمام، وبدمج كويس جدا. ببتدي ان انا بتقل واحدة واحدة، مش بتقل الاي شادو مرة واحدة، بتاخدي واحدة واحدة بالفرشة وبتنفضي الفرشة وبتبتدي تتقلي، عشان لو خدتي بالفرشة مرة واحدة وحطيتي اي شادو كتير مش هتعرفي توزعي، فحطي خفيف خفيف الاول ووزعي. تمام، خدت فرشة فاضية كده بدمج الاطراف، وبعدين تقلت اللون تاني، خدت فرشة اصغر وهاخد لون بني اغمق، وهحط تحت عند كسرة العين كده او عند الجفن المتحرك. تمام، وببتدي ان انا اوزع او ببتدي ان انا ادمج اللي بحطه واحدة واحدة. تمام، ده لون اغمق شوية من اللي فوق. وبعدين انا غمقت الاضاءة شوية عشان يبان الالوان، لان عندي باينة جدا، وفي التليفون في الكاميرا ما كانتش باينة خالص ان انا بحط حاجة يعني، فحبيت ان انا اغمق شوية الاضاءة عشان يبان الالوان. تمام، وبدمج كل ما بعمل خطوة بدمج الأطراف بفرشة نظيفة. تمام، بعدين خدت فرشة صغيرة خالص وحطيت لون أسود، هغمق بس الكورنر بتاع العين، آخر العين كده بلون اسود. تمام، وبدمج اللون الاسود في مكانه او فوق شوية صغيرين جدا، مش بوزع طبعا يعني مش بوزع العين كلها. ببتدي ان انا ادمج في مكانه اهو، بحط شوية بشوية مش بحط مرة واحدة. تمام، الدمج بياخد وقت كبير،
وبدخل اللون الاسود جوه شوية. خدت اللون البني اللي انا خدته عشان ادمج اطراف الاسود مع البني بنفس الفرشة اللي خدت بيها البني الغامق. تمام كده الخطوة دي خلصت. هبتدي ان انا اخد فرشة فلات كده ومتساوية يعني، وهعمل بيها الهاف كات كريز اللي قلتلكوا عليه. هاف كات كريز ان انا بقطع نص العين كده بكونسيلر عشان احط فيه لون شيمر، وانا بحدد كده بكونسيلر او بكاموفلاج، وبرفع عيني لفوق عشان احدد الكسرة هتبقى فين. تمام، وبعدين ببتدي اظبط الكات كريز بتاعتي. تمام، ببتدي كده واحدة واحدة. تمام، وبظبطها وبس كده. وبعد كده بطبطب الكونسيلر ده او الكاموفلاج وبحط لون شيمر. تمام، انا باخد من الكونسيلر وبحط واحدة واحدة. تمام، مش مرة واحدة بقطعها كده يعني. انا ممكن كنت اكملها للاخر وتبقى كات كريز، بس انا قلت اعمل لكم المرة دي هاف كات كريز. المرة الجاية بعمل لكم الكات كريز كاملة. تمام، وبعد كده بعد ما بخلص الخطوة دي بطبطب على الكونسيلر وبحط اللون الشمر اللي انا هحطه. انا حطيت هنا اهو، انا حطيت لون على اخضر كده شوية، بس هو مش اللمعة بتاعته مش باينة قوي في الكاميرا، مش عارفة ليه. تمام، وحطيت اللون الاخضر ده اهو، وفي طرف خالص عند الاسود كده هحط لون بني برضو شمر عشان يبقى لون، ما يبقاش الاخضر مرة واحدة بقى الاخضر، وفي الطرف شوية في البني. تمام، هذا هوريكم دلوقتي هيبان. اهو شايفين انا بحط في الطرف عشان يبقى لون انتقال، يبقى اتنقلت من البني غامق شوية اللون اخضر، ما فاهمين، فيبقى البني شمر وجنبه الاخضر برضو لون شمر بيلمع. وهدمج الاتنين مع بعض عشان ما يبقاش فيه خطوط ما بينهم، عشان شايفين كده هو مقسوم ازاي خطين، فانا هدمجهم مع بعض بصوابعك او باي فرشة تانية عادي. تمام، عشان ما يبقاش فيه خطوط. وبعدين هجيب لون جليتر شوية، لون اخضر جليتر، هحطه فوق الاي شادو ده عشان يبقى باين اكتر، لانه تقريبا مش باين في الفيديو انه بيلمع يعني. فجبت لون جليتر ابتديت احطه. تمام، وببتدي اطبطب كده عليه بايدي لان هو كريمي شوية، جليتر كريمي. وتقريبا كده خلصت فوق العين، حطيت تحت الكونسيلر، حطيته لونه على اصفر شوية عشان يكنسل الهالات. ما رضيتش ان انا احط لون اورانج كوريكتور، لا حطيت على طول كونسيلر الاصفر
عشان يكنسل الهالات، وهبتدي ادمجه كويس بالبيوتي بلندر. البيوتي بلندر بتاعتي بتبقى مبلوله ومعصوره كويس، مش بتبقى ناشفه. تمام، الكونسيلر ده حلو جدا، بيكنسل الهالات. كونسيلر على اصفر، لو انت عندك هالات جامده حطي كونسيلر على لون اصفر، وبعدها حطي الكونسيلر لون يعني لون بشرتك العاديه، او حاجه فاتحه شويه عشان يعمل لك تنوير. تمام، ما تحطيش على طول حاجه ولونها على بيج، مش هيكنسل الهالات. بدمج كويس جدا، وبعدين خدت كونسيلر تاني. الكونسيلر ده عجبني جدا، اول مره استخدمه، اسمه ارت سكين. ده لونه اهو زي ما انتم شايفين على بيج شويه كده، ده بنور بيه، بعمل تنوير تحت العين. تمام، وبعدين هبتدي ادمجه بالبيوتي بلندر. وبرفع عيني كده لفوق، بفتح عيني لفوق عشان ادمج كويس، عشان الخطوط اللي تحت العين دي. بدمج كويس جدا عشان بعد كده هحط اللوز باودر، ما يبقاش فيه خطوط. تمام، انا حطيت اللوز باودر، وهبتدي احط اي شادو تحت العين، احط درجة البني تحت الرموش السفلية. يعني هبتدي ان انا احط لون بني، وهدمجه كويس برضو. وبوصله بالطرف الاخير بالاخر الشادو باللي فوق، بوصله باللي فوق. تمام، عشان يدي سحبة كده للعين. تمام، وحطيت جليتر كده بسيط في اول العين من تحت، نفس الجليتر اللي فوق. وهحط ماسكارا قبل ما احط الرموش، بحط ماسكارا على خفيف كده قبل ما احط الرموش. تمام، وتقريبا كده انا حطيت خلاص حطيت هنا الرموش، وحطيت الايلاينر، حطيت خط بس كده ايلاينر، وحطيت الرموش، وحطيت الرموش كمان سفليه. وكده تقريبا اللوك خلص. يا رب اللوك يكون عجبكم. كنت حاطه لون بيج جوه العين، وبعدين مسحته وحطيت لون اخضر، قلت عشان يمشي مع اللوك او يبقى شكله احلى، عشان على طول بحط لون البيج بس كده. يا رب يكون اللوك عجبكم، واسيبكم بقى تتفرجوا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وكمان تدوسوا على الجرس. يلا هسيبكم بقى تشوفوا الصور اللي اتصورتها. يلا مع السلامه.